السلام عليكم، انا محمد حجازي، هكون معاكم النهارده في فيديو جديد علشان نشرح اخر كومباوند سكني تم طرحه في العاصمه الاداريه الجديده في منطقه الار 8. خليكم معانا. مشروع النهارده هو ريزيدنس 8 كومباوند، واللي تم طرحه في الكام يوم اللي فاتوا وعمل مبيعات كويسه جدا في الفتره اللي فاتت. الديفلوبر هي شركه سكاي ابو ظبي، وهي واحدة من مجموعة شركات دايموند جروب الإماراتية، واللي ليها سابقة أعمال كبيرة جدا في الجالف إيريا وكمان في لندن، واللي عندها أكتر من 20 سنة خبرة في تنفيذ أكتر من 17 مشروع، منهم 15,000 وحدة سكنية، وكمان تنفيذ مباني تجارية وإدارية، وكمان إنشاء النوادي والمدارس بالإمارات. سكاي أبو ظبي قررت إنها تضخ استثمارات بقيمة 15 مليار جنيه، واللي بتقدم النهارده اخر مشروعاتها واول مشروعاتها في مصر، وهو كومباوند ريزيدنس 8. الاونر هو الشيخ صالح العمري، وهو كان سفير الامارات في اكتر من دوله زي قطر وسويسرا. هنتكلم دلوقتي عن الكومباوند. الكومباوند موجود في قطعه رقم B1 في منطقه الار 8، مباشره على الطريق الفاصل بين الار 8 وحي السفرات، والشارع ده عرضه 70 متر بإطلالة مباشرة على النادي، مساحته 73 فدان، وكمان حديقة عامة على مساحة 35 فدان. المشروع بينه وبين منطقة الجامعات الدولية حوالي 200 متر بالظبط، قريب جدا من الخدمات التجارية والإدارية ومنطقة الداون تاون. الشركة ما بدأتش بيع في المشروع غير لما أخذت القرار الوزاري، واللي رقمه 54. الاستشاري الهندسي للمشروع هي شركة YBA أو المهندس ياسر البلتاجي، وده اللي صمم أبراج العالمين وأبراج تانية سواء في العاصمة الإدارية أو في دبي. الموقع العام للمشروع في منطقة الار 8. طيب في البداية تعالوا نتكلم شوية عن منطقة الار 8، موقعها وإيه الخدمات اللي موجودة فيها. بداية الار 8 هي آخر منطقة سكنية تم طرحها بعد منطقة المستثمرين ومنطقة الار 7. موقعها موجود مقابل حي السفارات، مباشرة على الشارع الرئيسي الفاصل بين الار 8 وحي السفارات، وهو شارع عرضه 70 متر، وده بيكون من الجهة الغربية. شمال الار 8 بنلاقي الدايموند سيتي، اللي هتنفذها تحالف شركات أليانز العالمية بالشراكة مع شركة العاصمة الإدارية. والاستشاري العام للمشروع هيكون صبور، واللي هيكون على مساحة حوالي 476 فدان، ومن بعدها بنلاقي النهر الأخضر. كمان هنلاقي ان الار 8 بتتبني على تبة عالية، وده هيدي بعض الكومباوندات اللي موجودة ميزة انها تكون شايفة النهر الاخضر. وكمان هنلاقي ان الار 8 قريبة جدا من منطقة الداون تاون. من ناحية الجنوب هنلاقي منطقة اسكان حدائقي في فيلل وقصور بس، انما من ناحية الشرقية هنلاقي شارع بيوصل للمطار مباشرة. ده كده بالنسبة للموقع. الار 8 فيها ترخيص لارضين هيتعمل عليهم ناديين كبار وفندقين 5 نجوم. هنلاقي كمان في مدارس انترناشونال ومنطقة جامعات دولية، وطبعا هنلاقي الممشى السياحي اللي بيعتبر شكل مصغر من النهر الأخضر. نعمل زوم ان شوية على الخريطة العامة وننزل على خريطة الار 8. هنلاقي المشروع موجود في القطعة رقم B1، وهي القطعة اللي فوق كومباوند دي جويا مباشرة من ناحية النهر الأخضر. الكومباوند بيعتبر جزيرة لأنه محاط من الأربع جهات بأربع شوارع، أقل واحد فيهم بيكون 40 متر. كمان الكومباوند ليه إطلالة كاملة على نادي رياضي واجتماعي كبير، مساحته كبيرة على مساحة 73 فدان. كمان الكومباوند جنبه حديقة كبيرة جدا على مساحة 35 فدان. كمان هنلاقي إن الكومباوند قريب جدا من الممشى السياحي اللي ذكرنا إنه هيكون شكل مصغر للنهر الأخضر داخل الار 8، واللي هيكون المتنزه الطبيعي للسكان في الار 8. لو بصينا على الماستر بلان دلوقتي هنلاقي ان المهندس ياسر البلتاجي مصممها بشكل مميز. قطعة الارض بتاعتنا هي قطعة ارض من الاراضي الاكثر تميزا. يعني ايه الاراضي الاكثر تميزا؟ يعني المول بتاع الكومباوند هيكون ليه مدخل من على الشارع الرئيسي مباشرة، وده بعكس باقي الكومباوندات اللي المولات بتاعتها هتكون فقط بتخدم السكان، لان هي مش هيبقى ليها مدخل من بره من على الشارع. المول في الكومباوند هنا عبارة عن ستريب مول على شارع حي السفارات مباشرة. المشروع على شكل جزيرة محاطة بأربع شوارع رئيسية، أصغر واحد فيهم عرضه 40 متر. الكومباوند مساحته 23 فدان. الفوت برينت أو نسبة المباني هي 18% بس، واللي بتعتبر أقل من البنش مارك بتاع العاصمة الإدارية ب 3%.
هنلاقي توزيع المساحات الخضراء في المشروع في جميع المناطق، وكمان المسطحات المائية مغطية الكومباوند بالكامل. المشروع مكون من 13 مبنى حوالي 950 وحدة سكنية. الخدمات في ريزيدنس 8 هنلاقي طبعا أنظمة حراسة ومراقبة 24 ساعة، وكمان أنظمة السي سي تي في. هنلاقي ستريب مول، واللي هيكون على واجهة الكومباوند من بره على الطريق الرئيسي، واللي هيكون فيه مطاعم وكافيهات ومراكز طبية لخدمة السكان. هنلاقي طبعا الجراجات بتاعتنا كلها أندر جراوند، واللي بتسع لحوالي 1000 سيارة. المساحات الخضراء والمسطحات المائية تعتبر مغطية الكومباوند بالكامل. هنلاقي سويمينج بول، وهنلاقي ريلاكسينج بول، هنلاقي تراك للمشي والجري، وتراك تاني للعجل، موجود منطقة لألعاب الأطفال، وطبعا هنلاقي الكلاب هاوس هيكون موجود، وده اللي هيخدم الكومباوند بالكامل. خلينا نشوف دلوقتي التصميمات الخارجية والداخلية للكومباوند، وكمان تصميم الواجهات هيكون عامل ازاي، واللي هنلاقيها كلها ألترا مودرن. وبعد كده نرجع نكمل الوحدات والأسعار والبيمنت بلانز. هنتكلم دلوقتي عن البرودكت ميكس. كل الوحدات اللي موجودة في كومباوند ريزيدنس 8 على فيو، اما نادي او على الممشى السياحي او على الخدمات الداخلية للكومباوند. المباني كلها ارضي وسبع ادوار، التسليم بتاعها بيكون نص تشطيب. هنلاقي الوحدات متقسمة ما بين شقق ودوبلكس، فعندنا ارضي مع جاردن او دوبلكس مع جاردن او ادوار متكررة. هنا هنلاقي الدور الارضي، واللي بيكون فيه شقق أرضي مع جاردن، وبيكون مساحتها إما 150 متر أو 210 مع الجاردن بتاعتها، وبيكونوا إما 3 غرف نوم أو 4 غرف نوم. والأسعار بتاعتها بتبدأ معنا من أول 1,867,000 توصل معنا لحد 2,737,000. هنا هنلاقي الدوبلكس أرضي وأول مع الجاردن بتاعتها، واللي بيكون مساحتها 245 متر غير الجاردن، واللي بتكون متقسمة 3 غرف نوم مع ليفنج أو 4 غرف نوم عامة يعني، ودي سعرها بيكون 2,746,000. هنا هنلاقي الأدوار المتكررة، هنلاقي مساحتها 155-160-180 بتكون 3 غرف نوم، وفي عندنا 190-195 متر بتبقى 3 نوم مع ليفنج أو 4 غرف نوم. سعر المتر هنا بنلاقي بيبدا معنا من اول 9900 لحد 12150، والاسعار عامه الاجماليه بتبدا معنا من اول 1,675,000 بتوصل لحد 2,197,000. هنتكلم دلوقتي عن الاستلام وطرق الدفع. استلام المشروع هيكون بعد 4 سنين من تاريخ التعاقد، بس في حاجه هنا، لو احنا عايزين نستلم بعد سنتين ونص ممكن نكمل 50% من ثمن الشقه بتاعتنا ونستلم عادي جدا. الوحدات هتستلم كلها نص تشطيب. اما بالنسبة لطرق السداد ففي اكتر من اختيار، في عندنا اما 5% مقدم والباقي على 8 سنين بدون اي فوائد اقساط متساوي، او 5% مقدم 5% بعد 3 شهور والباقي اقساط متساوي على 9 سنين بدون اي فوائد، او ان احنا ممكن ناخد 10% مقدم و10% بعد 3 شهور والباقي يكون على 10 سنين بدون اي فوائد اقساط متساوي. وبكده تكون خلصنا فيديو النهاردة. اي حد عنده استفسار يقدر يكلمني او يبعت لي واتساب على الرقم اللي موجود على الشاشة دلوقتي، وياريت نعمل سبسكرايب علشان يوصلنا كل الفيديوهات الجديدة. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.